السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم دكتورة خلود اليوبي، أستاذ باراسيتولوجي، وهكون بصحبتكم في ثلاث محاضرات هامين جدا عن تريماتودز. إن شاء الله هنبتدي النهاردة بمحاضرة عن الفشولة والهيتروفيسيتروفيس. ودلوقتي تعالوا نتعرف مع بعض إحنا بندرس ليه التريماتودز. أول حاجة لأن هي interesting biologically، يعني ايه؟ احنا لما ندرس ان شاء الله البارازايتس دي ونعرف البارازايت بيعيش فين، ازاي هو انفكت الهيومن بينج او الهوست بتاعه، ازاي ان هو بيعمل باثولوجي، بيتكاثر ازاي، بيتعايش ازاي، بيثبت نفسه ازاي في المكان اللي هو فيه، كل دي حاجات انترستنج جدا بالنسبه لنا، علشان دايما لما بنعرف كل التفاصيل العدو بتاعنا ده بنقدر ان احنا نعمل كنترول وبريفنشن له كويس زي ما احنا عارفين. نمره اتنين، مش بس كده، ده البارازايت ده بيسبب مشاكل صحيه كتير جدا، مش بس الانسان، ده ممكن كمان للانيمال، وبالتالي ممكن يؤدي الى ايكونوميك لوس. تعالوا نتعرف على الاوبجكتيفز بتاعتنا النهارده ان شاء الله. باي ذا اند اوف ذس ليكتشر يو شود بي ايبل تو Recognize general features of trematodes and their classifications. Specify various aspects of these parasites. Describe morphology and life cycle of fasciola and heterophysitrophis. Recognize pathogenesis of these parasites regarding clinical manifestations and complications. And recognize scientific basis of conventional and up-to-date diagnostic procedures and list effective therapeutic measures. And describe how to prevent and control infection with these parasitic diseases. ودلوقتي هنشوف مع بعض ان احنا في الميديكال هيلمنسولوجي هندرس تو مين كاتيجوري. اول كاتيجوري هو الفلات هيلمنسز، وهي اللي بنسميها فلات ورم، وتاني كاتيجوري اللي هو الراوند ورم اللي هي بنسميها نيماتود. في الفلات هيلمنسز عندنا تو مين كاتيجوري تانيين، وهما التريماتودز اللي بنسميها الفلوكس، عندنا ليفر فلوكس، انتستينال لانج اند بلاد فلوكس. اما بالنسبه للسيستود زي ما احنا درسنا قبل كده وعرفنا ان احنا عندنا تو مين تايبس اوف سيستود، intestinal cystodes and tissue cystodes. ودلوقتي هنتعرف على ايه هي الجنرال كاركتر اوف كلاس تريماتود. اول حاجه هنقول ان هم كلهم فلاتن دورزو فنترالي، هاز نو بادي كافيتي، ليف لايك بادز، شكل ورقه الشجر، ولذلك يطلق عليهم الديدان الورقيه المفلطحه. كل ده ينطبق على كل التريماتودز ما عدا الشيستوما بينج ايه سلندريكال ان شيب الفيميل بتاعتها. كلهم هيرمافرودايت، يعني ايه؟ يعني خنثى، يعني البوست ميل اند فيميل سكس اورجانز موجوده في نفس البارازايتس ما عدا الشيستوما بينج سيبريت سكس. كلهم لهم تو اور مور ساكرز، اورال ساكر وفنترال ساكر، ده اساسي في كل التريماتودز. بيزيد عليهم ممكن جينيتال ساكرز كمان في بعض البارازايت زي الهيتروفيس هيتروفيس. الحقيقه الساكرز دي بتهلب ان بروستو فيكسيشن، ودي حاجه مهمه جدا جدا للبارازايتس عشان يثبت نفسه في المكان اللي هو فيه. بيزيد عليها كمان كأورجان اوف فيكسيشن سباينز موجوده حوالين التيجيومنت اللي هو زي يمثل السكين اللي حوالين البارازايتس عشان تساعد في تثبيت البارازايت في المكان اللي بيعيش فيه. طب طالما جبنا سيره التيجيومنت هنا اللي هو زي السكين بالظبط اللي حوالين البارازايتس، هنقول ايه هي اهميه التيجيومنت ده. اول حاجه زي ما قلنا الفيكسيشن على سرول السباينز اللي موجوده فيه. نمره 2، بيهلب ان بروست اوف انجيشن اند اكسكريشن. ازاي؟ لو البارازايت هياخد فلويدي ماتيريال هيحصل لها ابزوربشن from outside to inside through tegument، ولما تدخل جوه الجسم يحصل لها metabolization ويخرج وسط برودكتس فلويدي برضو هتخرج من جوه لبره خلال التيجيومنت زي ما احنا قلنا قبل كده. طيب لو حضرتك بقى الايه النيوترنت ماتيريال اللي هياخدها البارازايتس دي سوليد بارتكل، طبعا مش هينفع امتصاصها من خلال التيجيومنت، ولكن هيبقى من خلال واتس كود دايجستيف سيستم اللي لها كاركتر مهم جدا هنا، وهي انكمبليت دايجستيف تراكت. ليه انكمبليت يا جماعه؟ لان هي بتبتدي باورال كافيتي زي ما احنا شايفين في الرسمه اللي قدامنا، بعد كده بتدخل على الفارنكس ثم الاسوفجاس اللي بيحصل له بايفركيشن تو تو انتوسينال سيكا اند بلايندلي، ومن هنا جه المسمى انكمبليت دايجستيف تراكت. ليه؟ لان المفروض ان اي دايجستيف تراكت بتبتدي باورال كافيتي وتنتهي بانال اورفيس. هنا كون الانسانال سيكا اند بلايندلي خلتها انكمبليت دايجستيف تراكت. طب لما البارازيت هياخد سوليد بارتكل من الاورال كافيتي ويمر بالتراك دي الا يحصل، هيحصل له ميتابولايزيشن جوه في البارازايتس، والوست برودكت اللي هي المفروض انها تكون برضو سوليد بارتكل هيحصل لها ريجرج ثرو انتي بريستالسيس موفمنت وتخرج من خلال الايه الاورال كافيتي اللي دخلت منه قبل كده. هنتفق مع بعض ان الاكسكريتوري سيستم هنا مهم جدا للبارازايتس عشان يلم باقي الوست برودكتس اللي ما خرجتش من خلال التوجمنت او في السوليد بارتكل اللي خرجت من خلال الانتي بريستالتيك موفمنت، هتتجمع الوست برودكت الاخيره دي كلها وفي اكسكريتوري كانلز وتفتح باكسكريتوري بورز في مؤخره البارازايتس. كلهم ما لهمش لا سيركيولاتوري ولا ريسبيراتوري سيستم،
كلهم السركاريا تعتبر انفكتيف ستيج، بس يا اما بنفسها من خلال بنتريشن في سكين او ميوكس ميمبرين زي الشسومه، او ان السركاريا دي يا جماعه هيحصل لها انسيسمنت ثرو سكريشن اوف سيست ماتيريال حوالينها وتتحول لانسيتد بيتا سركاريا، يا اما في الووتر يا اما في الووتر بلانتس يا اما في الفيش على حسب البرازيت زي ما هنشوف ان شاء الله في المحاضرات القادمه. هنتفق مع بعض برضو ان في سكيما لازم تكونوا عارفينها اللي هي تعتبر بيزك لايف سايكل فور اني تريماتوز، هتبتدي من الادلت بوجوده في المكان اللي بيعيش فيه، ثم التزاوج اللي بيحصل سواء اوتو كوبوليشن لانهم كلهم هيرمافرودات زي ما قلنا، او لو سيبرت سكس ما بين الميل والفيميل في الشستومه، وهينتج لي اوفا. لو الاوفا دي هتنزل في ستول او في يورين او في سبيوتم، ممكن تكون ماتيور يعني ناضجه وهتكمل على طول، يا اما ماتيور وهتحتاج لها وقت عشان يحصل لها ماتوريشن outside the human being، ثم بعد كده تدخل في السنيل. وهنا بقى مهم جدا نعرف ان السنيل دي حاجه هامه جدا للتريماتود، اي تريماتود ما بتقدرش تكمل لايف سايكل من غير وجود السنيلز ده. اول ما تدخل الايج جوه السنيلز بيحصل لها ميتامورفوز، تحورات للارفر ستيج هنتعرف عليها دلوقتي، وتنتهي بتكوين السركاريا زي ما انا قلت كانفكتيف ستيج لوحدها، او ان يحصل لها انسيسمنت تو انسيستد ميتا سركاريا في الاماكن المختلفه اللي حكينا عنها قبل كده، وبكده تكون هي دي السكيما بتاعه البيزك لايف سايكل فور اني تريماتودز. تعالوا نتعرف على ايه هي لافر ستيجز اوف تريماتود. زي ما انا قلت الاوفا بتنزل، الاوفا يا اما تنزل ماتيور يعني جواها ميراسيديم اللي هو واضح قدامنا في الصوره ده، او ان هي تكون اماتيور فبتقعد لها فتره بره الجسم حوالي 2 ويكس عشان تبقى ماتيور ويتكون جواها ميراسيديم. وانس الميراسيديم متكون يا اما بتتبلع الاوفا جواها الميراسيديم على طول، يا اما ان هو بيحصل لها هاتشنج ويخرج الميراسيديم في الميه سيرشنج فور اتس اي سنيل. اول ما بيدخل جوه السنيل بيتحول لستيج اسمها سبوروسيست. الصوره الثانيه اللي احنا شايفينها دي سبوروسيست عباره عن سوليد اورجانيزم وكونتيننج جيرم سيلز اللي هي ويل كونتريبيوت ديفرنت اورجانز. بعد كده بيحصل لها مور اند مور ماتوريشن لحد ما تتحول للريديا ستيج اللي احنا شايفينها لها 2 lateral process posteriorly. تمام، دي اسمها الريديا ستيج. الريديا ستيج الحقيقه مش موجوده في كل التريماتودز، بتبقى موجوده في كلهم ما عدا الشيستوسوما مفيش فيها ريديا ستيج. بعد كده الريديا دي بتتحول للسركاريا، والسركاريا لها كاركتر مهم جدا انها لها بادي ولها تيل. البادي اللي هو فيها اورال سكر زي ما احنا شايفين، وادي الاسوفيجاس والفارنكس والتو انتستينال سيكا، وادي الفنترال سكر وبعض الجيرم سيلز، وطبعا التيل زي ما احنا شايفين. والسركاريا دي هيبقى عندنا في كذا نوع هنتعرف عليه ان شاء الله في المحاضرات القادمه. السركاريا بنفسها زي ما انا قلت ممكن تكون افكتيف ستيج وتنتهي عند هذا الحد ثرو بنتريشن اوف سكين اور ميوكس ميمبرين زي الشستومه، او انها يحصل لها انسيسمنت من خلال فرز سيست وول حواليها وتتحول لانسيسد ميتا سركاريا سواء في الفيش او في الووتر برانس او في الووتر اتسلف. ودي ان شاء الله التريماتودز اللي احنا هندرسها مع بعض. الليفر فلوكس هناخد فيها الفاشيولا هيباتيكا والجيجانتيكا، هناخد اكزامبل الانسانال فلوكس الهيتروفيس تروفيس، هناخد اكزامبل اللونج فلوكس باراجونماس ويست الماناي، اند بلاد فلوكس شيسوما هيماتوبيام مانسوني اند جابونيكا. ودلوقتي هنتكلم ان شاء الله عن الفاشيولا سبيشيس. ودلوقتي هنتعرف مع بعض على ايه هو المورفولوجي اوف فاشيولا سبيشيس. بدايه عندنا 2 سبيشيز اوف فاشيولا، فاشيولا جيجانتيكا اللي هي حوالي 60 × 15 مليمتر، وفاشيولا هيباتيكا اللي هي حوالي 30 × 12 مليمتر، والاتنين موجودين عندنا هنا في مصر. هنطبق الكلام اللي احنا قلناه في الجنرال كاركتر اوف تريماتودز على الصوره اللي قدامنا دي، ونقول ان ادلت فاشيولا جيجانتيكا هاز اورال سكر اند فنترال سكر از اورجان اوف فيكسيشن. تمام، زي ما احنا شايفين بعد الاورال سكر في لون الاخضر ده اللي هو يمثل الفارنكس والاسوفاجس، ثم بينقسم تو تو انتستينال سيكا زي ما احنا شايفين. بعد كده عندنا اوفري، ادي برانشد اوفري، واحد برانشد اوفري، وادي 2 تستيس. هنلاقي ما عندنا في كل التريماتودز اللي احنا هندرسها لازم الاوفري بيبقى واحد والتستيس 2 او اكتر. تمام، ودايما هنلاقي شكل الاوفري شكل التستيس، يعني لو الاوفري ده اوفال شيب يبقى التستيس اوفال، لو الاوفري ده برانشد تستيس يبقى التستيس برضو ايه برانشد. تمام، فاحنا هنا عندنا برانشد اوفري وادي برانش التستيس، والاثنين بيجمعوا مع بعض بيفتحوا لي بفتحه اسمها كومن جينيتال بورز زي ما احنا شايفين ما بين الايه الاورال والفنترال سكر. الحقيقه بعد ما بيحصل اوتو كوبيليشن زي ما احنا قلنا، لان احنا قلنا ان البارازيت ده هيرمافرودايت، فبنقول ان بينتج لي اوفا اللي بيكون الاكشن حوالين الاوفا واتس كولد فيتالاين جلاند اللي هي عباره عن النقط اللي موجوده في اللاترال اسبكت اوف ذا بارازايت.
بتعيش فين الأدلت؟ بتعيش في البيري باسج اوف مان اند هيربيفرس انيمال، اكلات الاعشاب، وهنعرف ليه دلوقتي. وبعد ما يحصل اوتو كوبيوليشن هينتج لي الاوفا اللي هي تعتبر اكبر اوفا هتقابلنا في البارة، 150 × 90 مايكرون اوفال اوبيركوليتد، يعني لها غطا يلو ان كلر اند اماتيور، يعني بتحتاج وقت عشان يحصل لها ماتيوريشن اوتسايد البادي. بعد ما يحصل لها ماتيوريشن يا جماعه بتتحول لماتيور اوفا جواها ميراسيديم، بيحصل لها هاتشنج، بيخرج الميراسيديم يدور على السنيل يدخل جواها يتحول لسبوروسيست فريديا ستيج، وتنتهي بايه؟ بخروج السركاريا من السنيلز. الكاركتر بتاع السركاريا هنا الحقيقه بنسميها ليبتو سيركا السركاريا، يعني هاز سيمبل تيل. ليه؟ لان لها نفس الكاركتر اللي احنا حكيناه قبل كده، ولكن التيل هنا سيمبل مفيش عليه اي داتا تانية خالص. الحقيقه السركاريا دي بذاتها ما هيش انفكتيف ستيج طبعا في الفشول، عشان نبقى عارفين بيحصل لها ايه. بيحصل لها تحوصل لانسيستد ميتا سيركاريا. تعالوا نشوف بيحصل التحوصل ده نتيجه ايه. هنلاقي عندنا هنا في الهيد يا جماعه سيستوجينس جلاند، سبحان الله هي المفروض انها مش انفكتيف ستيج، والمفروض انها تحافظ على نفسها وتعدي الهوست بتاعها، فبنقول انها بتتحول لانسيستد ميتا سيركاريا ازاي؟ عن طريق افرازات بيفرزها السيستوجينس جلاند اللي موجوده في الهيد بارت بتاع الايه، او في البادي بتاع مين؟ بتاع السيركاريا. بعد ما تتحول لانسيستد ميتا سيركاريا بيكون ده فين يا جماعه؟ بيكون ده في الووتر، او على الووتر بلانتس الجراسز اللي موجوده، والحشائش والفيجيتابلز والفروتس اللي موجوده فين؟ في الغطاء. ودلوقتي هنعمل سمرايزيشن لاهم النقاط الهامه في اللايف سايكل اوف الشيوله. اول حاجه الهابيتات بتاعتها بتعيش فين؟ في البيلري باسج. البيلري باسج بتاع مين؟ بتاع اول حاجه ديفينيتيف هوست اللي هو المان، ثم الريزرفوار هوست اللي هو الهيربيفرس انيمال اكلات الاعشاب، ثم الانترميديت هوست وهي اللمنيا كيودي فور فاشيولا جايجانتيكا، اند اللمنيا ترانكاتولا فور فاشيولا هيباتيكا. الانفكتيف ستيج بتاعتنا هنا انسيسد ميتا سيركاريا زي ما قلنا قبل كده. الدياجنوستيك ستيج عباره عن الايجن ستون روت اوف انفكشن ثرو انجيشن اوف كونتامينيتد فود اور درينك باي انسيسد ميتا سيركاريا. دلوقتي هنتعرف على ايه هي اللايف سايكل اوف فاشيولا. اول حاجه زي ما احنا شايفين ان المان اند هيربيفرس انيمال از هوست فور فاشيولا، قلنا قبل كده ان هي بتعيش في البيري باسج اوف مان اند هيربيفرس انيمال، هي هيرمافرودايت ويحصل اوتو كوبيوليشن ينتج اماتيور اوفا بتنزل في الاسطول. لما الفارمر ده بيعمل ديفيكيشن في الووتر بتبدا يحصل لها بعد اسبوعين ماتوريشن ويتكون جوه الاوفا ميراسيديوم افتر 2 ويكس. وانس الميراسيديوم بيتكون بيحصل هاتشنج ولايبريشن اوف ميراسيديوم اللي هو سويم ان ذا ووتر سيرشنج فور ذا انترميديت هوست اللي هو ليمنيا ترانكاتولا فور هيباتيكا اند ليمنيا كيودي فور فاشيولا جايجانتيكا. وانس دخلت جوه الميراسيديوم دخل جوه الاثنين بيبدا يحصل له ميتامورفوزس تو سبوروسيست زي ما قلنا قبل كده، ثم دوتر سبوروسيست، ثم ريديا ستيج، ثم سيركاريا ستيج. ما ننساش ان هنا سيركاريا سيمبل تيل فبنسميها ليبتو سيركاس سيركاريا. بعد حوالي 6 اسابيع بيبدا يحصل emergence of this سيركاريا into the water، then بالسيستوجينس جراند اللي موجوده في الهيد بارت اوف ذا سيركاريا هيبدا تفرز حوالين السيركاريا دي سيستول، وتتحول لانسيست ميتا سيركاريا فين؟ في الووتر او على الووتر بلانت زي ما احنا شايفين الجراسز او الفيجيتابلز او الفروتس. المان هياخد الانفكشن ازاي؟ ثرو انجيشن اوف كونتامينيتد فود اور درينك بالايه؟ انسيستد ميتا سيركاريا. بعد ما بيبلعها بتنزل في الاستومك ما حصلهاش حاجه، بتبدا بعد كده توصل للانتستين بالافكت اوف انزيماتيك اكتيفيتي، بتبدا يحصل لها ايه؟ هاتشنج ولايبريشن اوف يانج فلوكس اللي بتعمل بنتريشن للانتستينال وول، متجهه الى الليفر عشان تنتهي بوجودها في البيلري باسج. وفي الحاله دي بتفضل هناك لحد من 6 ل 8 اسابيع لما يحصل لها ماتوريشن وتبقى كابابل اوف برودوسينج اكس، وتستمر وتتكرر دوره الحياه. لما نيجي نتكلم على الباثولوجي اللي بيحصل في حاله الانفكشن وذ فاشيولا سبيشيس، بنلاقيها انها دايما بتبقى نتيجه حاجتين، يا اما ميكانيكال دامج اللي بيحصل بالمايجريتنج ميتا سيركاريا اند ادلت which is present in biliary passage، او بالهوست اميون رياكشن against this foreign body اللي موجود جوه الهيومن بينج. الفاشيولا انفكشن كوز ا ديزيز تيرمد فاشيولايسز and it is depend on the stage of infection. في ال early stages of infection بيبدأ يحصل في الميجراتوري ستيج، بنلاقي عندنا في abdominal بين وقت الميجريشن والبنتريشن of incisional wall متجهة إلى الليفر، بيحصل abdominal بين، fever, vomiting, diarrhea, hepatomegaly and allergic manifestations.
ثم بعد كده على اللونج ران after months or years يبدأ تدخل البيشنت في الكرونيك ستيجز اللي هي الاوبستراكتيف ستيج، بيحصل فيها هنا انلارج تندر ليفر مع بيلوري كوليك مع جوندس مع انيميا مع اسايتس، لنتيجة الانفلاماتوري بروسيس اللي بتحصل في البيلوري باسج بتقفل بتنتهي فيبروز اللي بيقفل القنوات دي كلها، ويبدأ يحصل اوبستراكتيف جوندس ماشي بالمانيفستيشن اللي هي احنا قلنا عليها دلوقتي. ممكن يحصل لي اذى كومبليكيشن اوبستراكتيف جوندس وليفر سيروزس، ممكن اكتوبك فوسايت وسكين بدل ما بيحصل بنتريشن للانسان الوول وتتجه لليفر مباشره، ممكن جدا جدا يحصل لها امباكشن في السكين او في السبوتينيوس تيشو في الانسان الوول في البنكرياس في البلورا او اي اورجانز تانيه. في حاجه برضو هامه جدا لازم تكون عارفينها، واتس كولد هالزون سندروم. هالزون سندروم ده الحقيقه بيحصل في لبنان وسوريا اللي عندهم كونسبت ان هم ياكلوا الرو ليفر يعني كبده نيه كطريقه من طرق العلاج الانيميا. في الحاله دي لو كان الليفر كونتين الفاشيولا ادلت بالستاكرز اللي احنا حكينا عنها والسباين يحصلها امباكشن في الفارنكس ويبدا يحصل لي فارنجال اديما ولارنجال اديما، ويجي العيان يشتكي من ديفنس نتيجه القفله للاوستيكين تيوب اللي موجوده في الفارنكس، واديما في الفارنكس يعمل لي ديسفيجيا صعوبه في البلع، اديما في اللارنكس يعمل لي ديزنيا صعوبه في التنفس. How to diagnose the case of fasciolysis؟ هنقول أول حاجة clinically عندنا تريات مشهور جدا وهو الفيفر وهيباتوميجلي وإيزينوفيليا مع history of eating raw vegetables، كل ده بيعمل direction إنها ممكن تكون حالة fasciolysis. ثم بعد كده laboratory diagnosis عندنا فيه نوعين، direct laboratory diagnosis أشوف بعيني البرازيت أو أحد الستيجز بتاعته في السبيسمن اللي هي stool أو duodenal aspiration test تمام، او الاندايركت تيست دايما هكون بعتمد فيه على ديتكشن اوف فاشيولا انتي بودي او انتيجين، وهنتفق مع بعض على حاجه هامه جدا وهي دايما الديتكشن اوف انتي بودي ارخص واسهل ولكنه نوت كونفيرماتيف. ليه؟ لان الانتي بودي وانس بريزنت بتبقى بريزنت فور لايف، فما اقدرش افرق ما بين كون في اكتيف انفيكشن او باسيف انفيكشن، لكن الحقيقه ديتكشن اوف فاشيولا انتيجين ان سيرم اور ستول هايلي هايلي كونفيرماتيف، ولكنه بيبقى طبعا هايلي اكسبنسيف وبيبقى صعب جدا في الايه في البروسيسز بتاعه. عندنا ترم اسمه فولس فاشولايسز احب ان انتوا تدوروا عليه، وان شاء الله ممكن تبقى تبعتوا لي الديفينيشن بتاعه وهاو تو ديفرنشيت ما بين الترو والفولس فاشولايسز. شخصنا حاله فاشولايسز هاو تو تريت، سيمبلي جدا لازم نعرف ان احنا عندنا سبيسيفيك كيموثيرابي اسمه ترايكلابندازول، ترايكلاب بندازول اللي هو الفازينكس بيتاخد 10 ملي جرام بير كيلو جرام بادي ويت سنجل اورال دوز. والحقيقه كبريفنشن اند كنترول اوف فاشولايسز يهمني ان انا اشتغل على ثلاث محاور رئيسيه، اول حاجه الهيومن ميجرز، اول حاجه تريتمنت اوف انفكتد كيسز، ثم هيلث اديوكيشن اوف ذا هيومن بينج تو افويد ايتينج رو فيجيتابلز بيفور ثرا واشينج، افويد درينكينج انفكتد ووتر، افويد ايتينج رو ليفر تو بريفنت هالزون سيندروم. على مستوى الريسيرفوار هوست لازم يكون عندي periodic examination and treatment of infected animals اللي هي بتكمل دايما مخليه دوره الحياه شغاله حتى لو انا عالجت الهيومن بينج ده، فانا عندي سورس انذر سورس اوف انفكشن. ثم اخر حاجه وهي السنيل كنترول، لان ده يعتبر طبعا زي ما قلنا السنيل ده يعني يعتبر هام جدا اتمام لايف سايكل اوف اني تريماتود زي ما قلنا قبل كده. والحقيقه السلايد دي بنشوف فيها ديفرنشيشن ما بين الفاشولا هيباتيكا والجيجانتيكا، طبعا واضح جدا الديفرنس في السايز زي ما قلنا قبل كده، ويهمني نعرف ان السنيل اوف فاشولا جيجانتيكا اسمه ليمنيا كيودي، ولكن فاشولا هيباتيكا اسمه ليمنيا ترانكاتولا. دلوقتي احنا خلصنا الليفر فلوكس وخدنا الاكزامبل بتاعها فاشولا هيباتيكا وجيجانتيكا، وداخلين دلوقتي على another form وهو الانتستينال form of فلوكس وهو الاكزامبل بتاعي في الهيتروفيس هيتروفيس. هيتروفيس هيتروفيس الحقيقة من اسمها هنلاقيها مقسمة الى شقين، الشق الاولاني هيتيرو يعني مختلف، وفيس اللي هو mean structure or form، يبقى هيتروفيس معناها البرازيت المختلف الاشكال. ليه؟ لان انا هلاقي الادلت ورم منه ممكن تكون واخده البير شيب تكون مصري الشكل، ممكن تبقى اوفل، ممكن تكون راوندد اند سو اون. الحقيقه اكتشفت بعالم اسمه تيودور بالهار سنه 1851 في اوتوبسي في ان ايجيبشن بوين كايو. يهمني في الابيديمولوجي اوف هيتروفيس تروفيس نعرف انها بتعيش في البراكش ووتر. ليه؟ لان السنيلز بتاعتها موجوده هناك، في الامثله بتاعتها عندنا في مصر بحيره المنزله والبرولوس، ونعرف ان الفود هابتس هنا اللي بتؤدي الى انتشار هيتروفيس تروفيس وهي ثرو ايتينج ان ادكوتلي جريلد اور سولتد فيش، السمك المشوي او الايه المملح بس غير كامل النضج. زي ما قلنا قبل كده سيرتن ايتم ماست بي فولفيلد، اول حاجه الهابيتات هنقول انها دايما بتحب تعيش
deeply embedded in between the villi of small intestine. الصورة اللي قدامنا دي من رسالة الماجستير بتاعتي، كنت شغال على هيتروفيس تروفيس، والحقيقة كنا بنشوفها بالمنظر ده في الانتستين. الهوستس بتاعتها بتبقى موجودة في المان أو في الريسيرفوار هوست اللي هو عبارة عن فيش ايتنج مامالز الدوجز والكاتس، أكلات الأسماك، لأن طريقة العدوى عندي عبارة عن أكل سمك زي ما قلت قبل كده. عندنا intermediate host، عندنا two first intermediate host اللي هو سنيل اسمه بايرنيلا كونيكا سنيل، و second intermediate host اللي هو البراكش ووتر فيش اللي هو الأسماك اللي بتعيش في البحيرات الراكدة، اللي هي زي الماجل كيفلس أو البوري أو التلابيا نيروتيكا اللي هو البولتي. المودو في infection زي ما قلنا قبل كده through ingestion of undercooked or salted fish infected with incested metacercaria of heterophis heterophis. regarding the morphology of heterophis heterophis، زي ما احنا شايفين هي الشيب بتاعها بير شيبد، سايز صغيرة إلى حد كبير 2.5 × 75 ملليمتر. regarding the other features of trematodes، هنا عندنا oral sucker زي ما احنا شايفين و ventral sucker، وكمان هنا additional genital sucker حوالين common genital pore. عندنا زي ما قلنا قبل كده incomplete digestive tract بدأ ب oral cavity في pharynx في esophagus في two intestinal cheek and blindly. هنلاقي عندنا التيجومنت زي ما احنا شايفين عليه سباين بتهيلب ان بروسس اوف فيكسيشن، وعندنا كمان البارازايت ده هيرمافرودايت يعني البوستكس زي ما قلنا موجودين في نفس البارازايتس. عندنا هنا الاوفري 1 اوفري والتستيس قلنا 2 فيما اكثر، هنا 2 تستيس، والشيب بتاع الاوفري هو هو الشيب بتاع التستيس، فلذلك بنقول افويد اوفري اند افويد تستيس موجودين في البوستيرور بارت اوف ذا بارازايت. بعد ما بيحصل اوتو كوبوليشن وينتج لي اوفا، الايج شيل بتتكون من خلال السكريشنز اوف فيتيلاين جلاند اللي موجوده في البوستيرور بارت اوف ذا بارازايت. بعد كده الادلت مانند في بي بتعيش في السمول انتستين اوف مان اند فيش ايتينج مامز، ونتاج الاوتو كوبيليشن هينتج لي اوفا. الحقيقه الاوفا هنا ماتيور اوفا، اصغر اوفا هتقابلنا في البارا، سايز تحت 30 × 15 مايكرون، اوفال اوبركوليتد، لها غطاء يلوش براون ان كلر and mature meracidium، جاهزة على طول لاستكمال life cycle once انها نزلت في البراكش ووتر. اللي بيحصل بتبدأ تبقى swallowed على طول، تتبلع بالسنيل اللي هو اسمه بايرنيلا كونيكا سنيل، وداخل السنيلز بتمر بمراحل تحورات بسبوروسيست فريديا ستيج ثم تنتهي بتكوين السيركاليا. الحقيقة السيركاليا هنا لها كاركتر مهم جدا، انها لها زي ما قلنا body وtail. البادي containing cystogenous gland عشان تعمل cyst formation، والpenetration gland عشان to help in penetration of muscles of second intermediate host اللي هو الفيش اللي احنا قلنا عليه قبل كده. كمان لها كاركتر مهم جدا، انها لها ممبرين حوالين الventral aspect of the tail والposterior one third of the dorsal aspect of the tail، وعشان كده بنسميها lofocercus circularis. الحقيقة السيركاليا دي لما بتخرج من السنيل بعد حوالي من 6 أسابيع إلى 8 أسابيع بتبدأ searching for a for second intermediate host، وthrough the penetration gland اللي موجودة في الhead of سيركاليا بتعمل penetration the muscles of fish near the head and tail، لأنها أكتر حتة بتبقى reaching blood supply، تبدأ تعمل penetration وتدخل جوه، وبعد كده يبدأ cystogenous gland تفرز cyst حوالينها وتتحول لانسيستد ميتا سيركاريا اندر ماسلز اند سكيلز اوف هيد اند تيل اوف فيش. دي صور برضو من رساله الماجستير بتاعتي، زي ما احنا شايفين الادلت، وشايفين الديستنشن اللي حصل في اليوترس بالايه بالثاوزند نمبر اوف اوفا اللي موجودين فيه. دي اللي في النص دي عباره عن الاوفا بتاعه الهيتروفيس، وبعد كده الاوفا دي لما دخلت جوه اتبرعت في السنين اللي هو اسمه بايرنيلا كونيكا سنين. تعالوا نتعرف مع بعض على ايه اللي بيحصل في اللايف سايكل اوف هيتروفيس. زي ما قلنا قبل كده ان الادلت ورم بتعيش في السمول انتستين اوف مان اند فيش ايتينج مامالز، هي هيرمافرودايت، فبيحصل اوتو كوبوليشن، بينتج لي اوفا. الاوفا هنا ماتيور، مش محتاجه وقت يحصل لها ماتوريشن اوتسايد، جاست انها توصل للووتر تبدا على طول سوالد باي ايه باي سنيل اللي هو بارنيلا كونيكا سنيل اللي هو الفيرست انترميديت هوست. جوه السنيل بيبدا هاتش الاوفا وطلع لي ميراسيديوم، ثم يتحور الى سبوروسيست فريديا ستيج، ثم بعد كده تنتهي بهيوج نمبر اوف لوفوسيركس سيركاري. بعد 6 أسابيع تقريبا بتبدا السيركاري دي تخرج بره السنيل سيرشنج فور ذا سكند انترميديت هوست اللي هو سمك البولتي او البوري زي ما قلنا قبل كده. اللي بيحصل احنا قلنا ان السيركاريا فيها بينتريشن جلاند وسيستوجينس جلاند. بينتريشن جلاند بتهلب السيركاريا تو بينتريت الماسل نير الهيد اند تيل being rich in blood supply في السمك.
بعد ما بتبقى من البنتريشن الاماكن دي بتبدا بعد كده تفرز استوجينس جلاند دي سيست وول اراوند وتتحول لانسيسيد ميتاسيركال. هنا تعتبر السمكه بقت انفكتيف للمان. طب الانفكشن تحصل ازاي؟ ثرو انجيشن اوف اندر كوكد اور اندر سولتد فيش كونتيننج انسيسيد ميتاسيركال. بعد ما المان هياكل اكله سمك سواء مشوي او فسيخ مش كامل التحديق، اللي بيحصل بتنزل المصل دي وجواها الميتاسيركاليا ما بيحصلهاش حاجه على مستوى الاستومك. لما تنزل في الانتستين بالافكت اوف انزيماتيك اكتيفيتيز بتاع الانتستين بتبدا تو ايه لايبريت الميتاسيركاليا فروم ايه سيست وول اللي هي متحوطه بيه، وتبدا تولوج اتسلف ان بتوين الالف لايف سمول انتستين. بعد حوالي من 1 إلى 2 ويكس بنبدا نشوف الاكز بدات تظهر في الستول اوف انفكتد انديفيدوال. الحقيقه كلينيكالي في اللايت انفكشن ممكن تبص انوتيزد، يعني ممكن نكون في اكله سمك مشوي او فسيخ وكان موجود جواه انسيس ميتاسيركاليا بس العدد كان قليل، الاميونيتي بتاعه الانديفيدوال ده كانت كويسه فبيبص انوتيزد من غير ما يظهر عليه اي اعراض. ولكن في بعض الاحيان بيكون في سيفير انفكشن، يعني الانسان ده اخد لارج دوز من انسيس ميتاسيركاليا في الفيش اللي اكلها ويبدا بعد كده يحصل لي ايه المانيفيستاشن اوف ابدومينال ديسكومفورت وكوليكي بين دايريه ذات مي ليد تو ديهايدريشن افتر كونسامشن اوف اندر كوكد فيش اور اندر سولتد فيش. الحقيقه ان الهيتروفيس دي ممكن جدا جدا بس انوتس زي ما قلنا، وممكن جدا جدا ان هي تؤدي الى شويه دايريه وتبقى سيلف ليميتد دايريه، وممكن تبقى دينجرس قوي لدرجه انها تعمل امبوليك مانيفيستاشن في ديفرنت بارت اوف ذا بودي نتيجه ان الاوفر اللي خرجت دي تبص في السيركيوليشن وتبقى امبلانتد في ايه في سيرتن اورجان زي البرين او الهارت وتبقى فيتال كونديشن في الحالات دي. تعالوا نشوف هنعمل دايجنوستس ازاي. ثرو طبعا ايه كلينيكال زي ما قلنا اللي هو ابدومنا البين وكله كوداريه افتر هيستوري اوف ايتينج اندر كوكد اور اندر سولتد فيش، ثم لابوراتوري دايركت دايجنوستس باي اكزامينشن اوف ستول فور ذا بريزنس اوف ايج بالكاركتر اللي احنا حكينا عنها قبل كده مع البريزنس اوف ماركت ايزينوفيليا اللي هي كاركترستيك لاي بارازيتيك انفكشن. لما شخصنا حالة هيتروفيس هيتروفيس هنعالجها ازاي؟ باي برازيكونتيل 25 ميلي جرام بالكيلو جرام بادي ويت تي دي اس، دي تعتبر ثيرابيوتيك دوز فور تريتمنت اوف هيتروفيس هيتروفيس. As a prevention and control for heterophysis لازم أأكد على حاجات هامة جدا وهي thorough cooking of fish and proper salting of fish. لازم يبقى السمك مستوي كويس ولو proper salting of fish ميبقاش أقل من 10 أيام تحديد. Periodic examination and treatment of fish من اللي بيقوموا برحلات صيد وممكن يكونوا infective وبالتالي بينزل الإجز في الستور بتاعتهم ويبقى فيه continuation life cycle. Health education of fishermen, proper cooking of fish and abstinence from defecation in water. واهم نقطه عندنا وهي الكنترول في سنيل، والحقيقه دي difficult جدا في حالات الهيتروفيزس وهسيبكم تفكروا فيها وهيبقى في المحاضره القادمه ان شاء الله نشوف رايكم ايه في السؤال ده. بكده نكون وصلنا لنهايه محاضره الفشوله والهيتروفيس، ودي بعض الاسئله اللي انا حطها لكم كمودلز علشان تتدربوا عليها استعدادا للامتحان ان شاء الله، ودي برضو نموذج تاني للأسئلة للتدريب عليها، ودي إن شاء الله resources والreference اللي انتم ممكن ترجعوا لها إن شاء الله عشان تزودوا معلوماتكم في الموضوع ده، وده الكونتاكت عبارة عن إيميل خاص بيا إن شاء الله لو في أي استفسار عن أي حاجة. شكرا جزيلا وبالتوفيق إن شاء الله.